اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على مامين، ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا اثبات سحب من موقع بيست تشينج، وصلوا لي الارباح على الباير. ما تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس بيوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من ترند قناة على مامين، واللي عنده اي استفسار او تساؤل يجم يتواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا على مامين على الفيسبوك، الانستغرام والتيك توك، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. كذلك في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت تلقاو مقالة فيها كل التفاصيل، فيها رابط التسجيل في هذه المنصة، تقريب تشتغل عندها مدة طويلة. نزل الأسفل نشوفوا تاريخ من 2007 هذه المنصة تشتغل. هي بالأساس تحويل بين البنوك، كما قد تلاحظوا عملات رقمية تجم تحولهم إلى الباي بال، إلى الباير، السكريل، كما قد هذا الكل موجود في هذه المنصة. كذلك يمكن أن تربح من رابط الإحالة، عندهم رابط إحالة قوي وقوي جدا كما قاعد تلاحظوا الأرباح هذه. الفائدة في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت تلقاو شرح كامل تقريبا، وتلقاو رابط التسجيل في موقع بيست تشينج. أنا كانت عندي تجربة ما تمتش بالنجاح، لأني أنا عملت حساب الأول، حاولت نسحب لكن تم حظر حسابي. الآن عاد بعد عملت مراجعات ومنشرتش الرابط الخاص بي في الفيسبوك، الآن سحبت ووصلوا لي على الباير. طبعا نحكيه في كل هذا بعد قليل. الفائدة بعد ما توصل لهذه الواجهة تضغط على هذا المكان Follow this link باش تقوم بإنشاء حساب في بيست تشينج كانك أنت ما عندكش حساب في هذا الموقع. الآن ندخل إلى حسابي ونشوفوا الرصيد. كما قاعد نتلاحظوا في رصيدنا دولار وثلاثة سنت باش نسحبوهم الآن، وبعد قليل تنشوفوا إثبات السحب. كما قاعد تلاحظوا 1.03 دولار، نضغط على كلمة withdraw وباش نخليه طريقة السحب، واللي هي كيفو الإيداي الخاصة بالباير الخاص بينا. واللي ما عندوش حساب في الباير كذلك يجم يعمل حساب في المقالة، تلقاو رابط التسجيل في الباير. بهذه باش يوصلوا لي كل جديد نوتيفيكيشن للبريد الالكتروني الخاص بيا. كما قاعد تلاحظوا تنجم تخلي الويب ماني، البيرفكت ماني، الباير، بيتكوين، ادفيكاش. نخليو احنا الايدي الخاصه بينا متاع الباير، نضغط على كلمه سيف. بعد ما خليت معناتها الايدي ولا طريقه السحب اللي انا نحبذها، باش يوصلك معناتها رابط في البريد الالكتروني اللي انت مسجل بيه في البيست تشينج. تضغط على هذا الرابط باش يتم تأكيد العملية وتفعيل كل ما هو جديد فيما يخص البيمنت بيمنت ميثود. انا مشيت للبريد الالكتروني الخاص بيا وفعلت هذه الميزة، ضغطت على الرابط يعني اللي قال لي عليه هو. وفي النهاية باش نسحبو نضغط على كلمة withdraw ونسحبو هذا الدولار باش نتأكدوا مصداقية موقع بيست تشينج. هو يقول لك الحد الأدنى للسحب هو 1 دولار وتوصلك بعد 5 أيام، هذا ما هو مكتوب. نضغط على كلمة Ask to withdraw وباش تولي في مرحلة الانتظار، مرحلة البيندينج. باب بيندينج و 1.03 دولار، ننتظر إلى أن تصلنا الدفعة. وهذا حسابي شباب، كما قاعد نتلاحظوا Total Income اللي هو دولار بيد، قال لي بيد ماشي في مرحلة الانتظار. نضغط على كلمة withdraw باش نتأكدوا من معناتها وصول السحب، وبعد قليل تنشوفوا الباير. كما قاعدين تلاحظوا الدولار هذايا مقيد قدامه paid. نتوجهوا الباير الخاص بينا الآن، ننزل أسفل في الهيستوري نلقى 1 دولار هذايا، ونضغط على الإيدي متاع الترانزاكشن هذايا باش نلقاو best exchange. كما قاعد تلاحظوا bestchange.com referral program ووصلوا لي 1 دولار على الباير الخاص بيا. تقريبا انتظرت 4 ايام باش وصلت الارباح، لكن بعد الاربع ايام هذه وصل لي بريد الكتروني من بيست تشينج يتاكد، حبوا يتاكدوا من مصدر الزيارات اللي جبتها انا باش وصلت ال 1 دولار. وصلني بريد كما قلت لكم بريد الكتروني، ارسلت لهم مصدر الزيارات واللي هو من الموقع الخاص بيا وكذلك من القناة الخاصة بي على اليوتيوب. بعد ما أرسلت لهم بعد 3 أيام وصلت لي الأرباح، يعني في غضون 8-9 أيام الكل في الكل. وهذا على ما أظن أول دفعة يسألك على مصدر الزيارات. سألني على مصدر الزيارات، اتأكدوا من المصدر
ومعناتها ارسلوا لي المبلغ اللي هو صغير، لكن حبيت معناتها ناكد مصداقيه موقع بيستشينج. كما قلت لكم انا سجلت في السابق في بيستشينج، وصلت الواحد دولار وسحبت، لكن تم حظر حسابي معناتها اغلقوه بالكامل. في السابق انا كنت نجيب زيارات ونعمل تبادل زيارات في الفيسبوك، على هذاك حضروني وما قدرتش نسحب المبلغ في السابق. شفت معناتها اثبات سحب، معناتها اثبات سحب جديد بيست تشينج اللي صانع محتوى موثوق. قلت علاش لا، واش السيد هذا يسحب، علاش انا ما نسحبش. عملت حساب اخر وقعدت نشتغل فقط نروج بالقناة اليوتيوب وبالموقع الخاص بي، وكما قاعد تشوفوا الموقع ارسل لي. تحبوا تتاكدوا معناتها من الشروط والاحكام، تضغط على ريفرال بروجرام تيرم اند كونديشن، تلقى كل التفاصيل. معناتها هو يحظر تبادل الزيارات، لانه على كل زياره تاخذ ارباح، وعلى كل شخص سجل من خلالك تاخذ ارباح. وقد ما معناتها الاحاله اللي جبتها انت تدخل للموقع اكثر وتستعمل الموقع، انت تاخذ ارباح. بالنسبه لي باش تشوفوا الارباح الممكنه، ضغطت على ريفرال بروجرام تيرم اند كونديشن، تشوفوا الارباح التقريبيه. ارباح كبيره كما قاعدين تلاحظوا، معناتها على كل زياره يزورها الشخص المحال تحصل على هذه المبالغ ونسب مئويه، وكان عمل تحويل من بنك الى بنك اخر تاخذ نسبه مئويه كذلك. تجمو تشوفوا كل التفاصيل وتشوفوا الشروط والاحكام. قلت لكم تجربتي الشخصيه، ما روجتش على الفيسبوك بتاتا، لانه على ما اظن في السابق كانوا ناس يعمل مجموعات ويتبادلوا زيارات. يمكن اكتشف العمليه هذه بستشينج واحضر زياره الفيسبوك تماما. تجمو تتواصلوا مع الدعم وتشوفوا مع تتاكدوا اكثر من الشروط والاحكام هذه. فاذا موقع بستشينج يدفع للاحالات، لكن حذاري من زيارة متاع الفيسبوك. كذلك تجمو كما قلنا تحاولوا ما بين البنوك. الحقيقة أنا ما جربتهمش، ما حاولتش من بنك إلى بنك آخر ولا من عملة رقمية إلى عملة أخرى. وكذلك هنالك الربح من كما قاعد تلاحظوا هذه فوسة متاع بيتكوين من واحد ساتوشي إلى 100 ساتوشي، فقط أنك تخلي المحفظة الخاصة بيك وتجرب حظك، تضغط على كليك تأكد من الكابتشا وتضغط على كليم فري بيتكوين، وتاخذ من 1 إلى 100 ساتوشي كل ساعة على ما أظن، لكن تخليه المحفظة اللي توصل أرباح. شوفوا ما هي المحافظة التي تقدم، هنالك محفظة لا تقبل. على سبيل المثال باش تخلي محفظة متاع الباير لا يتم قبولها، لأنه الباير حاطت مينيموم ديبوزيت، معناتها أقل شيء للإيداع مبلغ معين، فبالتالي اختاروا المحفظة المناسبة لهذه العملية. ان شاء الله نلتقي في مواقع اخرى ومجالات جديدة للعمل والربح من الانترنت. كان عندكم اي موقع تحبوا نشرحوه، نقدموا اثبات سحب، موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي الكل. بالتوفيق للجميع والى اللقاء.